رياضات نسائية، برنامج يهتم في الرياضة النسائية والتي تعبر عن الاهتمام العام في شؤون المرأة. رياضات نسائية، حلقات تبرز أهم الرياضات التي تهتم بالنساء. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء وإياكم في كل أسبوع عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، وبرنامجكم الأسبوعي رياضات نسائية اللي سلط الضوء على أهم الأحداث الرياضية النسائية وعلى أهم الإنجازات والنجاحات في هذا المجال. انتقلت الرياضة النسائية الكويتية إلى حقبة جديدة، تأسست من خلالها أندية ومنتخبات وطنية في أغلب الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة والشاملة، مع العمل على زيادة نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الأندية والاتحادات. ومن أوجه تطور رياضة المرأة الكويتية استضافة العديد من الأحداث الرياضية الخاصة بالنساء والمشاركة في العديد من البطولات الخارجية. بدأت المرأة الكويتية أولى الخطوات الفعلية في ممارسة حقها الانتخابي في المجال الرياضي، وكان نادي الكويت أول نادي يمكن المرأة الكويتية رياضياً عن طريق ترشح نجمة المبارزة الأستاذة بلسم الأيوب كأول كويتية في الألفية الجديدة، أول كويتية تدخل انتخابات نادي رياضي شامل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي الأستاذة بلسم محمد الأيوب لتحدثنا عن تجربتها الفريدة من نوعها في الكويت، وأيضا عن أهم الإنجازات في عهدها كعضو مجلس إدارة بنادي رياضي شامل. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي الأستاذة بلسم محمد الأيوب لتحدثنا عن تجربتها الفريدة من نوعها في الكويت، وأيضا عن أهم الإنجازات في عهدها كعضو مجلس إدارة بنادي رياضي شامل. أستاذة بلسم، أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا في برنامج رياضات نسائية. أهلا وسهلا، أهلا أستاذة مريم وسعد باركة، وشكرا جزيلا على استضافتكم، وإن شاء الله دائما نسمع عن إنجازات المرأة الكويتية المتألقة دائما إن شاء الله بإذن الله. بداية أستاذة بلسم، إذا ممكن تكلمينا عن بداية تجربتك في الترشح. نعم. طبعا ومن ثم الفوز بعضوية مجلس إدارة نادي الكويت. نعم، بالنسبة حق ترشحي، ترشحت مع القائمة التي رأسها السيد خالد الغانم والأعضاء الكرام اللي معي، وتم تزكيتنا كقائمة لعضوية مجلس الإدارة، وطبعا إن شاء الله نكون إحنا على قدر هذه الثقة التي منحونا إياها الجمعية العمومية. كوني امرأة معاهم وكوني أول امرأة معاهم، سبق أن كان في امرأة بالسبعينيات هي السيدة الفاضلة فوزية بوحمد التي كانت عضوة في مجلس إدارة بالتسكية أيضا مجلس إدارة نادي السالمية، لكن بعدها بكل هذه السنوات لم يتم وجود امرأة في مجلس الإدارة كعضوة. وجاءت لي الفرصة، طبعا كوني أنا أصلاً كنت في نادي الكويت كلاعبة، وأيضاً من خلال مبادراتي والبروجيكتس اللي كنت أسويهم في نادي الكويت الرياضي منحني مساحة من أن أثبت نفسي وأثبت دور المرأة في النادي. ويعني لازم نقول نقطة، أن وجودي اليوم في مجلس الإدارة هو تمكين، يعني المفهوم التمكين من ناحية الرجل للمرأة. نعم. إن الرجل أيضا
لدور في تمكين المرأة ولدور في دعم المرأة، لأن إحنا في يعني في مجتمع رياضي في الكويت يعني مساحة كبيرة منه كانت تكون يعني ما في وجود للمرأة. إذا إحنا أنا بتكلم عن النسبة والتناسب، لكن في وجودي في مجلس الإدارة في نادي الكويت الرياضي هذا ليس فقط نجاح مني أنا شخصيا أو مجهودي بروحي، لا، هذا أيضا مجهود الرجل الذي أعطاني هذه الثقة ومنحني هذه المساحة لأني أنا أنجح ويعني أقدم أفضل ما عندي لمشاركتي في مجلس الإدارة ودعم نادي الكويت الرياضي. جميل. أستاذة بلسم، شنو الدافع اللي خلاك تترشحين حق هذا المنصب؟ والله أنا يعني أنا ما أقدر أقول إن دافع كثر ما كان هو توجه. نعم. يعني كان هناك التوجه إلى أن المرأة تكون عضوة مشاركة وفعالة في الحركة الرياضية، ونادي الكويت الرياضي برئاسة أخوي العزيز الكبير السيد خالد الغانم وجد أن فعلا هناك حاجة، بما أن هناك توجه لوجود رياضات نسائية وفرق نسائية فيجب أنه هو أيضا يدعمها بوجود المرأة كقائدة صحيح في هذا المجال. صحيح. وودي أذكر نقطة مهمة أختي مريم. تفضلي. جان فضلك. إذا إحنا بنركز على هذه النقطة يجب أن أفتح معك موضوع جدا مهم اللي هو صورة المرأة في حياة الرجل. صحيح. إذا إحنا بنتكلم عن السيد خالد الغانم، والدته هي السيدة الدكتورة فايزة الخرافي. صحيح. فهو كبر وتربى على يد امرأة قائدة. نعم. فما عنده أي مشكلة أو أي تخوف من وجود المرأة كقائدة إلى جنبه، لكون والدته مثال يحتذى به في القيادة يعني. نعم. صحيح. هو شاف أمه تقود مجالات مختلفة، مديرة لجامعة، هو شاف امرأة أمامه نموذج يحتذى فيه، فهو لما يمر عليه مثلا نماذج من المرأة كقائدة هو يفتخر فيها مثل ما كان يفتخر في أمه ويفتخر فيني أنا أيضا. طبعا. فهذا الشيء اللي يعني ساهم في تمكيني وفي استيعابي في هذا المكان، يعني وجودي في هذا المكان. أنا قلت شو هو يعني داعم كبير لي صراحة، هو الأعضاء الباقين لكن هو فعلا داعم كبير لي، ومؤمن في دور المرأة في الحياة بشكل عام، مو فقط بالرياضة، لا، في وجود المرأة في الحياة. نعم صح. يعني أستاذة بلسم، كونك أول سيدة تشارك وتفوز في انتخابات مجلس إدارة نادي محلي، طبعا هالشيء أكيد يشكلك مسؤولية كبيرة طبعا، ومطالبة ملحة يعني بالنجاح وإثبات الحضور، يعني خصوصا بالنسبة للمرأة يعني. سؤال وايد حساس. طبعا أكيد راح يكون لك دور في المشهد الإداري، فلو نتكلم يعني عن هالموضوع. طبعا دائما مريم إذا كان هناك وجود لمرأة في مجلس إدارة أو في مجموعة أو في فريق عمل من إخوانها الرجال، فهذا يعطيها مسؤولية أكبر لإثبات نفسها وقدراتها. صحيح. وتحدي أيضا، ويكون الأفورت المجهود يكون مضاعف. صحيح. علشان أنت تثبتين أن أنت فعلا قادرة على تحمل هذه المسؤولية، عن عدم وجود أعذار، عن دائما تكوني متواجدة، دائما تعطين أفضل ما عندك، تعطين أيضا عمل إضافي مضاعف علشان بس تثبتين أن أنت فعلا قادرة أنك أنت تعملين في هذا المجال أو تتحملين هذه المسؤولية. فنعم يعني أنا أول ما استلمت يعني مهمتي كعضو مجلس إدارة ركزت على نقاط معينة وناقشت فيها مجلس الإدارة ودعموني للأمانة، يعني ما حد اعترض على هذا الموضوع اللي هو تطوير الألعاب الفردية رقم واحد، ورقم اثنين تعزيز مشاركة المرأة كفرق يعني نسائية، وكان وقتها توا مسوين دوري السيدات. فأسسنا فريق كرة قدم الصالات الحمد لله، وهو فريق يعني مميز وناجح في كوكب من اللاعبات الرائعات. جميل. متى تم تأسيس هذا النادي؟ الفريق فريق كرة قدم الصالات البنات. أول ما تأسس الدوري
مع تأسيس الدوري اللي أسسه اللجنة النسائية في اتحاد كرة القدم الكويتي بقيادة أختي العزيزة فاطمة حياة والسيدات الرائعات اللي معاها فرح بودي وبقية الفتيات. نعم. السيدات فأسسوا هذا الدوري وكنا احنا من أوائل الأندية اللي شاركت فيه يعني، وحرصت على مفهوم المساواة بين الجنسين، ان احنا ما نعامل فريق السيدات على انهم سيدات، احنا نعاملهم كفريق، هذا هو المبدأ يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحقق انجاز كبير مساعدة طبعا ودعم سيد خالد غام رئيس النادي وايضا مدير القطاع اللي هو اخوي العزيز عبد الوهاب العمر اللي أيضا يقود كرة قدم الصالات للرجال. جميل. نعم. يعني أستاذة بلسم، هل تعتقدين من وجهة نظرك بأن تجربتك الإدارية في نادي الكويت راح تكون محفزة لتجارب نسائية مماثلة في الأندية الأخرى في المستقبل القريب إن شاء الله؟ سؤالك وايد حلو أختي مريم، وايد يعني فعال. نقطة مهمة أحب أذكرها، ما الفرص ما تأتي على حق الإنسان على طبق من ذهب يقول أحد يجي يقول تفضل هالفرصة خذيها، نادر صحيح. ما تلقين فرصة كي اللي تشذي على الراحة يعني. صحيح. كمرأة في مجال يغلب يعني إدارة تغلب إدارة الرجل، يجب على المرأة أن تبادر وتثبت نفسها بكل الطرق. نعم. ما يصير احنا ننتظر ان احد يعطينا هذه الفرصه علشان احنا نقول والله ما حد اعطاني الفرصه، لا، اثبت نفسي واسوي مبادراتي واطبق افكاري حتى لو في ابسط الادوات وابسط الظروف يعني، ولكن يجب ان احنا نخلق حق نفسنا الدافع اللي هو يمكننا لبلوغ الهدف او تحقيق التطلعات اللي احنا نتمناها، وهذا انا قاعد اقوله مو كلام انشائي، هذا بناء على تجربتي انا. اكيد تجربتك الواقعيه وخبرتك الشخصية. يعني انا اسست مشروع بطل بيننا في 2015 مع نادي الكويت الرياضي. صحيح. ومشروع بطل بيننا لما اسسته بظروف جدا بسيطه وجدا بدايه كانت متواضعه لي، لكن حصل على جوائز، حققت في إنجازات، سووا عليه فيلم وثائقي التلفزيون الياباني NHK World، أخذ أفضل برنامج في آسيا للأطفال، وأيضا أطلقت نفس السنة برنامج كوني قوية في نادي الكويت الرياضي اللي هو تدريب الدفاع عن النفس، وهو برنامج رياضي ثقافي تنموي للمرأة أيضا. فالنادي شاف فعلا أن هناك تطور وتنمية في مفهوم الطفل والمرأة في النادي، لأن النادي مو فقط نادي رياضي، هو نادي رياضي وثقافي واجتماعي. نعم. هو يعنى في المجتمع شامل. بشكل عام نادي. نعم. شامل. صحيح. فإحنا ما يصير نهمش هذه الأدوار ونركز فقط على دور رياضة، أيضا المجتمع له دور في النادي، يجب أن يحظى بفرصة أنه يلعب رياضة، يحظى بمحاضرات يعني بأنشطة مختلفة. فالحمد لله نادي الكويت من زمان عنده النشاط الاجتماعي مهم. نعم. والمبادرات ايضا موجوده، لكن انا يعني ابي الرساله اللي انا بوصلها ان انا اجتهدت ومكنت وتم التعاون معي وفتح الابواب لي صحيح، ولكن لو انا لم ابادر بهذا الشيء هل كانت الابواب ستفتح؟ لا طبعا. لا اكيد. فالمراه لا يعني نفس الحين انا اسقطت اياها، كان هذا الحوار قبل ايام دار بيني وبين مجموعة حول وجود المرأة كعضو مجلس إدارة في الجمعيات التعاونية، قلت يجب أن تحارب وتكافح المرأة علشان توصل الجمعية. نعم. جمعية تعاونية يجب، المرأة هي أكثر، هي القوة الشرائية مثل الجمعية أصلا يعني. نعم. أنت تروحي الجمعية من اللي يشتري؟ المرأة طبعا الرياس. طبعا المرأة هي اللي تعرف تشتري المنتج أكثر من الريال، فليش المرأة ما تصير عضو جمعية تعاونية؟ ليش هي فقط في يعني مساهمة؟ ليش لا بالمستقبل إن شاء الله نأمل بصراحة. نأمل أكيد. إيه وفي واحدة بنت نسيت اسمها اللي هي الحين نازلة انتخابات جمعية الشعب، في مرأة يعني انتخاباتهم أظن آخر ستة، أتمنى لها التوفيق صراحة. أتمنى أكيد يعني. وبعدين أنت على 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 يعني على مر التاريخ عندنا في جمعيات التعاونية لما كانوا يحلون الجمعيات كانوا يعينون سيدات. نعم.
تعيين على ما تصير الانتخابات اللي وراها نفس الأخت العزيزة الأستاذة كوثر اليوعان مثلا. فلازم المرأة تثبت نفسها، ولازم يكون عندها القدرة على المواجهة والقدرة على التحدي وإثبات نفسها، وما تخاف، وما يصير نقول عن أحد تجربته فاشلة. صحيح. ما يصير إحنا نقيس التجارب بمعيار الفشل والنجاح. التجربة هي تجربة، الإنسان يمر في سلسلة من التجارب علشان يحقق النجاح اللي هو يتمناه. فهذه التجربة تعزز من خبرتنا أيضا، ونشوف إحنا وين الصح وين الغلط، وشنو اللي غلطنا فيه، وشنو الشيء اللي إحنا ممكن نطوره ونتطور. يعني من كان يتخيل أن يصير عندنا هذا الكم من رياضات المرأة في الدورة الأخيرة مالت دورة الألعاب الخليجية؟ نعم. يعني أنت شفتي مستوى المنافسة كان جدا مميز، وكان عندنا بطلات واعدات، وأنا أفتخر أن بعضهم كان من نادي الكويت الرياضي. هذا شيء جميل، يعني في إقبال من قبل الفتيات. إذا أنت وفرت البيئة المناسبة ووفرتي الظروف المناسبة لاستقطاب هذه الفتيات، طبعا أكيد أختي مريم بيكون في هناك إقبال. بس إذا أنت ما توفرين خطة ولا يعني تعالوا تدربوا، نتدرب حق شنو؟ يعني أنا أقول حق البنات تعالوا بسوي فريق على بيكم تتدربون. نعم. شنو الهدف؟ لازم في حوافز، دوافع، لا في خطة، في رؤية ورؤية مستقبلية أكيد. نعم نعم، بنسوي فريق علشان إحنا نبي نحقق على المستوى المحلي هالشيء، على المستوى الخليجي مثلا هالشيء، على مستوى المستقبل نبي نخلق فرصة أن إحنا نسوي بطلات منافسات ينافسون مو فقط على مستوى الخليج، يعني مو طموح الخليج ولا الدول العربية، ينافسون على مستوى العالم، ينافسون على مستوى الأولمبيات. لكن هذا ما يتحقق في سنة وسنتين وثلاث. صحيح. هذا جيل أنت تخلقينه علشان تشوفين نتائجه في المستقبل. نعم جميل. نعم. أستاذة بلسم، إذا ممكن لو نتكلم بشيء من التفصيل عن نعم. المشاريع والمبادرات المعنية برياضة المرأة الكويتية التي تم إطلاقها عن طريقك طبعا. نعم. بعد الفوز بالعضوية، حضرتك نوهتي قبل شوي، بس لو نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذه المشاريع والبرامج. نعم، أنا أسست بطل بيننا قبل عضوية مجلس الإدارة أطلقته مثل نعم. ما ذكرت لك 2015، وكوني قوية، وتطور يعني هذا المشروع بشكل ما أنا ما تخيلته شخصيا. يعني كلمنا أكثر عن بطل بيننا والمشروع. أوكي. بطل بيننا لما أسسته علشان يكون برنامج رياضي تنموي للأطفال بالفئة العمرية من 7 إلى 12 عاما. نعم. وهدف الأساسي هو المساواة بين الجنسين عن طريق الرياضة. فالطفل لما يجي سواء البنت أو الولد، لما يجون طبعا هم مختلط يعني بنات وأولاد، لما يجون يتدربون الرياضات، طبعا احنا أنا بديت في 4 رياضات وبالإضافة إلى أنشطة ثانية مختلفة، وبعدين آخر برنامج حق بطل بيننا وصلنا إلى 12 رياضة أولمبية. فلما يلعبون الأطفال الرياضة، يمارسون التدريبات مع بعض، ما يصير عندهم النظرة أو الشعور أن هذه الرياضة حق البنات، هذه الرياضة حق الأولاد. نعم. الرياضة هي رياضة. صحيح. ماكو شيء اسمه هذه رياضة هذا معتقد اجتماعي مفهوم احنا خاطئ. صنعنا. صحيح، مفهوم خاطئ يعتبر. طبعا مفهوم خاطئ. نعم. منو انا يعني انا دائما اسال سؤال، اقول منو قال ان البنيه ما يصير تلعب كره قدم؟ صحيح، هذه اعراف اجتماعيه بس فقط. هذا عرف اجتماعي احنا. صحيح. احنا سوقناه. صحيح. ليش؟ لان النمط الاجتماعي راح الى توجه الى مفهوم انه والله هذه رياضه بس اولاد يلعبونها، فخلاص صار انه ما يصير بنت تلعبها. ما في بعلم الرياضه ما في شيء اسمه هذه رياضه بنات هذه رياضه اولاد، الكل يلعب الرياضة لأنها رياضة. من وجهة نظرك جميع الرياضات بلا استثناء، ايش رايك؟ يعني ما في رياضة اليوم ما يلعبونها الرجال والنساء. ما في شيء يمنع. حتى صح. مثلا حتى لو أنا كنت مثلا ضد رياضات معينة، أنا مثلا ما أحبها، مو ضدها يعني أنا ما أحبها، مثلا أنا ما يعني ما أحب ألعبها أو أمارسها. نعم. بس هذا لا يعني أن أنا مثلا أتحفظ في شفت أحد مثلا يمارسها. صحيح. ما له علاقة. يعني أنا مثلا أنا في وايد ناس يقولوا لي المبارزة رياضة وايد دفشة مثلا،
بس هم يشوفونها دفشة. بس في فتيات يستسيخونها وممكن يمارسونها ويبدعون فيها ويتميزون ويحققون نجاحات. يعني أنا لما لعبت مبارزة ما حسيت، يعني أنا استمتعت في هذا الرياضة لأنها رياضة ذهنية عضلية. صحيح. ذهنية بدنية يعني. نعم. فكان دائما هذا السؤال الأول، يعني دائما مصطلح العام اللي يقولونه تكفون بعض بالسيوف يعني. لا للأسف يمكن قلة الثقافة يعني. لا لأن ما يتخيلون يعني إن البنت تلعب مثلا مبارزة، بالنسبة لهم هذا يعني شيء غير مطروق، يعني مو متعودين عليه، مو متعودين عليه مثلا، يعني إن البنت مثلا يعني ترفع أثقال مثلا، هذه هوايتها، هذا الشيء اللي هي تحبه، هذا التحدي اللي هي تشوف نفسها فيه، ليش ما تسوي؟ صحيح. شنو اللي يمنع؟ شنو الخلل اللي ممكن إن يعني يأذيها؟ أو بالنهاية هذه الرياضة إحنا يجب أن نشجع الفرد في المجتمع على ممارسة الرياضة، وحضرتك والعموم يعرف أن اليوم إحنا نعاني من سلسلة من الآفات في المجتمع تؤثر على النشوة وتؤثر على الشباب. صحيح. في مخدرات وفي جرائم وفي معظمها يرجع سبب الأساسي إلى الفراغ. صحيح. الفراغ شيء مدمر وقاتل. إيه الفراغ، الظروف الثانية الأخرى، يعني متخصصين والناس يعرفونها شنو هي، ولكن بشكل عام ليش أنا يعني الحين يقولون كل الناس يهبوا ويلعبون بادل؟ أنا مستأنسة إن الناس يلعبون بادل أصلاً، أنا مستأنسة إنهم يلعبون رياضة. نمي قدراتهم الذهنية للتفكير، بالعكس شيء جميل. صحة عندك أعلى نسبة في العالم سمنة عندنا بالكويت، عندك السكري بتزايد، مرض السكري الله يكافيكم الشر وشافي المرضى أيضا بتزايد، عندك موضوع الصحة النفسية جدا مهم. يعني شنو المشكلة أن أنت تشوفين أشخاص يمارسون الرياضة اللي هم يحبونها ويستمتعون فيها ويقضون وقت جميل وبيئة صحية؟ صحيح. بالنهاية هذه بيئة صحية. نعم. ليش أستاء لما أشوف والله الناس يلعبون، خلي يلعبون بادل من الصبح لليل هم مستانسين، هي بالنهاية رياضة. صح. فهذا يعني هذا جانب مهم اللي هو أنا حبيت أزرع فيه موضوع، نرجع على موضوع بطل بيننا. نعم. إن الطفل أو البنت والولد يتعلمون إن هذه الرياضة هي رياضة في البداية والنهاية، ما فيها تصنيف هذه بنية هذا صبي هذا، ما في شيء اسمه كذي. تبي تلعبين كرة قدم تقدرين تلعبين، تبي يبي يلعب تنس، كل إنسان حر بهوايته. نعم. لكن بالإضافة أن أنا دخلت جانب تدريب مهارات اجتماعية، وصار عندنا شراكات مع الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة، أيضا إحنا شركاء في أهداف التنمية المستدامة في نادي الكويت وفي برنامج بطل بيننا أيضا. نعم. وأيضا مثل يعني واحدة من الأشياء اللي أنا دائما أفتخر فيها أقول إن احنا نعلم في الكامب، نعلم الخياطه حق الاولاد. جميل. والبنات. جميل. yeah. فمره هذه قصه ضحك شويه، مره واحد من الاولاد لما وزعت عليهم الاغراض يعني حمل الخياطه وكذي، قلت لهم اليوم راح نخيط، راح اعلمكم شلون نخيط الازرار على هذا. فواحد من الاولاد كذي حط الاغراض جاي يطالعني كان يقول لي انا ما ابي اخيط. ليش؟ إيه ليش هذا السؤال مهم، ليش ما تبي تخيط؟ كان يقول لا استغفر الله ما قلت له ليش، قلت له ما تبي تخيط خلاص خله، أنا بشرح حق الباجي، قلت له خله خلاص لا تخيط. فخلصت وهذا شان أروح له، قلت له ليش ما تبي تخيط؟ كان يقول لي لأن أنا ريال. والريال ما يخيط. شوف تأثير المجتمع والتربية. إيه؟ والثقافة يعني. كان أنا أقول له ممتاز أنت ريال صح؟ كان يقول لي إيه. قلت له شو تلبس حق العيد؟ كان يقول دشداشة. قلت له وين تروح تخيطها؟ كان يقول عندي الخياط. قلت له الخياط اللي تروح له شنو هذا؟ كان يقول لي ريال. قلت له يعني هو ريال يصير يخيط، انت ما يصير تخيط؟ صحيح. كان يصفن ويسكت. اي طبعا هذا مفهوم للأسف. اي ويطالعني، وهذا كان يمسك الإبرة. كان اقول له انا قاعد اعلمك شيء، مو علشان انا اقول لك هذا حق ريال ولا حق مرة. إذا يوم من الأيام اضطريت أنك أنت تسافر تدرس برا مثلا، صار عندك شغل برا، تبي تلبس قميص إزرارك طاح، شو تسوي؟ أقول أروح أشتري قميص جديد. كل بساطة بهالسهالة يعني ريح نفسه.
قلت له ما يخالف اشتر قميص جديد، بس هالزرار هذا تقدر تخيطه وتستانس ان انت سويت شيء وايد زين. صحيح. ايه فيعني يتعلمون الطبخ، يعني يتعلمون مهارات، يعني انا اعتقد انه وايد مهم كل انسان يتعلمها بغض النظر كان بنت او ولد. يعني انت اليوم يقولوا مثلا يقول عيب الريال يطبخ، الحين الشيف اللي في 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 المطاعم والفنادق كلهم رجال. كلهم رجال اكيد. يعني ليش هو ما يتعلم يطبخ، او ليش شنو المانع انه هو يدش المطبخ بالبيت مثلا يعد وجبه حقه او يطبخ حق اسرته، او شنو المانع؟ هذا المفهوم ما عندنا احنا ثقافه، يعني ما في ثقافه بهالموضوع. الرجال اساسا اشتهروا في مجال الطبخ على سبيل المثال، يعني وحتى الحين احنا عندنا الحين بالكويت عندنا حركه وثوره في مجال تطوير المطبخ، ويعني الطبخات والاكلات واعداد قوائم الطعام والاشياء. صحيح. هذه صحيح. والرجال لهم دور اساسي فيه، ومو يعني حكر على جنس معين. لا لا مو حكر على جنس معين، ما في شيء، بالعكس. يعني أنا أعتقد أن هذا شيء وايد حلو أن الرجل يعرف يطبخ، بالعكس هذا شيء وايد زين، يعني هو يقدر يعني يهتم في غذاءه ويكون عنده ثقافة ويفهم المقادير، ويعني ليش لا، يعني شنو المشكلة؟ صحيح. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقي معكم في حلقة مقبلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.